كولومبس أراد أن يكتشف الشرق فاكتشف أمريكا، وبكده فتح باب الاكتشافات والاستعمار للعالم الجديد. كولومبس إيطالي، ولد في مدينة جنوة سنة 1451. بدأت رحلته يوم 3 أغسطس سنة 1492، وتوقفت سفنه عن جزر الكناريا بالقرب من الشاطئ الأفريقي، وكانت رحلة طويلة وصعبة، لكنه أصر على المضي في الرحلة. وفي يوم 12 أكتوبر سنة 1492 شافوا الأرض من بعيد وعاد لإسبانيا، لقى استقبال عظيم. بعدها قام بثلاث رحلات أخرى، لكنه ما اهتدى فيها لا للصين ولا لليابان زي ما كان بيحلم. كولومبوس قدر يهز أوروبا كلها ويوجه كل شيء فيها للعالم الجديد والحضارات القديمة والموارد اللي ما لها حدود. من صفات كولومبوس كان عنيف عصبي وكان نحيل جداً.